ده دقليج، انا حاسس ان انا تعبان قوي. يا يابا الف سلام عليك يابا. ده كنت تعبان بجد يا شخنوط. تعبان بجد يا ده لزلز قوي. يعني بتمثلش زي كل مره؟ لا مفيش تمثيل الكلام ده. سايبه بقول لك يا ده لزلز، انت تقوم دلوقتي انت ولاد شخلول وتقوموا تشتغلوا كده وتروقوا البهايم وتظبطوا الدنيا عشان انا اخد الواد دقليج يكشف انا وهو. ومال قوم بقى كده توكل على الله عشان انا تعبان قوي. ماشي قوم يلا. ماشي يلا يلا في الجنطة. يلا يا شخلول. لا ما انا قايم اهو. قوم يا شخلول قوم يلا بسرعه. هذا دقليج نعم يابا. احنا قوم دلوقتي نروح نكشف عند الدكتور على اخواتك يخلصوا الشغلان. يكونوا جابوا فلوس وجيهم يابا، عشان يابا انا مات من الجوع يابا ما اكلت. اكل اكل اجيب لك اكل منين؟ انا عارف لك انا عايز تقول لي اكل. يا بربي زي بربي في عجل يا رجل ذبحته في يوم العيد الاضحى الحاج. قوم بقى ما نقوم ايه؟ يلا يابا تعالوا نروح نكشف. هات ايدك هات ايدك يلا. قوم يا يلا يلا يلا. تعالى اقعد 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 كده كده بكره يكشف يعني ما يا شخلول ده زمانه جاي. يا عم لسه بدري اقعد تعالى. كده كده ولا ابوك بيأكلنا ولا بيشبكنا ولا بيسخننا. يا عم وريح دماغك. يا نقف بايه مع الأب الشغل لابو صحابه. ابوك ده ادى واحد في الدنيا. ادى ايه يا جدع انت؟ ده نصاب يا جدع. ابوك ده والله نصاب. ابوك ده ابو النزاهه. لا يا جدع والله ما يعرف حاجه عن النزاهه ولا الخارج. يا جدع اصبر. انت يا ابني انت عبيط يا ابني. يا جدع اسكت. ده النزاهه ده لولا الملامة هيحدف بني ادمين فيش في فيش في الامن. يا عم ده شويه كده وهيخلينا ناكل في الزلط اليومين. وبص ابوك ده ابوك مهما كان ابوك عيه احنا اللي هنجري واحنا اللي هنشيل. نجري على ايه يا جدع؟ احنا اللي هنجري واحنا اللي هنشيل. نجري على ايه؟ يا ابني انت بتفهمش حاجه اقعد ساكت. على نيلة ايه يا شخلول نجري وراه؟ ابوك 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 يعني. يا شخلول يا شخلول يا شخلول انا جاي من المستشفى جري ما تعرفش اللي حصل. الحكومه قدام البيت قدام المستشفى والدنيا خربانه عشان ابوك ماله؟ ابوك ماله؟ مش قادر انطق. ما تقولش مات مات معاه امبارح يالا. ها هو فين دلوقتي؟ ابوك في المستشفى حاطين له قطعة الفراخ. انت كنت نايم معاه حاطين له قطعة الفراخ. كورونا وقطعة الفراخ. عنده انفلونزا الطيور ولا انفلونزا الفراخ يا ايه؟ يلا يلا نروح نلحق ابوك. الحق مين يا ادي يا اكل يا ابن ده؟ قوم يا ادي يا اكل يا ابن ده. كنت مسلم عليه تقريبا ولسه جاي مسلم عليا. انت ليلتك زرقاء. انت ليلتك زرقاء. قوم يا ادي يا اكل. قوم نروح. نروح فين يا هاتسي؟ ايه يخرب بيت ابوك؟ ابوك في المستشفى دلوقتي ولا في ايه؟ ابويا في المستشفى وشك امك هتحصل لي يا كمان. مش يعني هو مش جاي على البيت؟ في المستشفى هيجي على البيت دلوقتي. يابا اوعى تسلم ايدي على ابوك واسكت. ده مهما كان ابونا هذا. ابعد عني يابا. ده شخلول يا حبيبي. الف سلام عليك يابا. الله يسلمك يا ابني. رجع السلام عليا يا ده شخلول. ايه يابا في ايه يابا؟ انت مش كنت عامل دلوقتي سبعة وقعد تتنطط له؟ انت يا شيخ الف سلامة. انا قال لي الدكتور قال لي اتحجز. ايه نسأل الله العفو والعافية يعني ربنا يشفي كل مريض. وقال لي ما تقعدش العيال تلزق جنب. ها؟ يا عيال ايه؟ يا جدع يا بابا يا ليه؟ خد يالا انت خايف من ابوك يالا؟ تعالى اقعد اقف جنبي كده. انا وانت يالا خايف من ابوك؟ امال احنا نعمل ايه بقى؟ لا خلاص يا شيخ ابوس جنبي. انت خايف من ابوك يالا؟ ده كارول بص يا شخلول تعالى انا هقعد جنبي هكتب له ثلاث مددين بالحضن يابا. لا 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 بالحضن يابا. انت تقعد جنبي ده شخلول شخلول انت عبيط. عندك مين ده؟ انت عندك كورونا يابا. اقعد جنبي انت ده لازم. اقعد فين يا غالي؟ لا 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 اقعد جنبي ده دقليك. اقعد احنا حاسين كورونا. لا 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 انت انتوا عيال يالا. اما المكرونه تخف اما المكرونه اللي عندك تنشر بقى. انت بتكلم نفسك يا شخلول؟ يا شخلول يا بتكلم نفسك يا شخلول؟ ماشي يابا انت عندك. طب بقول لكم بقى ايه؟ هتعدينا معاك؟ بقول لكم ايه؟ ايه؟ انا عد يا دقليج انت وشخلول ولزلز لحد ثلاثه. اللي هيجي جنبي هديه ثلاث فنانين. طب
اه لا خلي لي خلف ابديك بقى. خد ايدي يا ابن الكلب منك لو خد ايدي يا ده يا ابن الكلب.